اسكت يا سي معتز، ده انا وشي جاب الوان لما شفت رقمك على التليفون قدام جيراني. هتكون الوان ايه يعني؟ الوان الطيف، احمر وبامبي. ما انا الدم بقى جري في عروقي لما اتصلت بيا. انت ازيك عامل ايه؟ انا الحمد لله كويس. على فكره انا شفت نمرتك بس يعني كنت مشغول شويه ما عرفتش ارد. لما اشوفك بقى اقول لك على كل حاجه. امتى؟ هكلمك بالليل يا فندم. المهم انت خلي بالك من نفسك. هتقفل بسرعه كده؟ معلش بس عندي مشوار مهم قوي لازم اروح. طب خلي بالك من نفسك. مع السلامه. سلام. الله يحفظك ويحرسك وينوي لك اللي في بالك ويحميك يقدر يا كريم يا سي معتز. قمر. يا ماما تنطق ايه اللي جرالك؟ اهدي يا سندس. طلعوني طلعوني فرشتي اولى بيا. اموت على فرشتي اموت على فرشتي اموت 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 على فرشتي. طلعوني. حاسب عليه. الدواء ده هياخده ويرتاح بس حالته عايزه مستشفى ولازم يعمل اشعه على صدره. ليه هو في ايه بالظبط يا دكتور؟ عنده التهاب حاد في الشعب الهوائيه وموضوع السخونيه ده لازم تعملي له شويه كمادات ولازم بكره توديه المستشفى. هو بيدخن؟ بيدخن. ما تودهوش بكره المستشفى. هات انا يا دكتور هنزل اجيب الدواء من الخزانه اللي تحت. اتفضل يا دكتور. مع السلامه. سلام. صندل ما خدش فلوس يا صفيه. فلوس ايه يا اختي؟ يقوم بالسلامه ويحلها الحلال. الدكتور قال لك هياخد الدواء وهيبقى كويس يا سندس. سلامتك يا عم زكريا، شويه تعب وهيروحوا. سلامتك يابا. الحمد لله انا كويس يا بنتي. الف سلام عليك يا عم زكريا. اسلمك يا بنتي. اسلمك. والنبي تقوم لنا بالسلامه يابا، احنا ما حلتناش غيرك حبيبي يابا. لا اله الا الله نارت واستنارت. لا إله إلا الله دارت. لا إله إلا الله وفي علم الله صارت. لا إله إلا الله راحت الحمى وغارت وغارت. يا رب يا رب. بقول لك إيه يا مولانا، أنا عايزك بقى تشد حيلك معايا الأيام اللي جاية دي. داخلين على معمعة البرلمان والمرة دي غير كل مرة. ويعني عاوز مني إيه يا سي بشبش؟ عايزين ننزل للشعبي. عايز اجيب رجلك للحنفية. الحواري والحتت اللي زي دي مليانة أصوات زي الروس. ما تخافش، طول ما فيه نسوان يبقى فيه عفاريت. لا صحيح يا مولانا، هي ليه النسوان بتتمس من الجن أكتر من الرجالة؟ لعنهم الله، من يوم ما حواء سمعت للشيطان اللي سخط نفسه حية تسعى وسوست لها بالأكل من الشجرة المحرمة، والست حواء بنعومتها ودلالها الملعون خلت سيدنا آدم يأكل من الشجرة المحرمة. من يومها ربنا أنزل سخطه عليهم وطردهم من الجنة بسببها. وفي يا مولانا، مالك قلب عليهم جامد كده ليه؟ يكونش واحدة عملت معاك الإلة؟ إيه ما تقدرش، ده أنا أسخطها على الوجه الذي أريد. راجل زي بقيه الرجاله، اداني فلوس واداني نمرتك واسمك وقال اديهم لاسرار. اسمه ايه الراجل ده؟ مش فاكره طبعا. طيب سنه قد ايه؟ يعني راجل كبير ولا شاب صغير؟ يعني هو مش كبير ومش صغير، شاب يعني اكبر من حضرتك بس مش بكتير قوي. شكله ايه؟ طويل اسمر جسمه حلو
زي ما تقول كده برضو واخد باله من نفسه. اسمه جابر يا سعادة البيت، اسمه جابر. جابر؟ جاسر، جاسر حاجة كده. صابر؟ أيوة يا بي، اسمه صابر، اسمه صابر، أنا متأكدة إن اسمه صابر. شعره أسود وفيه شعر أبيض؟ أيوة، شعره منطقطق أبيض وعنده دق. الراجل ده لو شفتيه تعرفيه؟ أنا هطلب كاكاو باللبن، هطولك معايا يا أسرار؟ لا أنا بقول لك لو شفتيه تعرفيه. هو أنت بتزعق ليا يا بيما؟ أنت كنت كويس. أيوه أعرفه. أسرار، أنت تعرفي الراجل ده؟ لا والله العظيم ولا شفته ولا عرفته. يعني مش هو اللي جاب لك القط اللي عندك في أوضة النوم؟ يا معتز بيما، أنا قلت لك إن القط ده أنا اللي شارياه، وبعدين بيقولوا إن هو بيجيب الحظ، والحمد لله الحظ بعتك ليا. طب أنت عارف؟ أنا ساعات وأنا نايمة بالليل بسمع نوناته بينه مسكون. لا يا مجنون، ده بيشوفك نايمة بالليل بينده عليك. سيبك بقى من المسكرة، من العفاريت تطلبي كاكاو وأنا سحلب. قلت لك سحلب بالمكسرات يا أختي يا حبيبتي، مش كده خالص. يا مجنون يا معتز. يا صابر، ايه اخيرا رضيت عني ولا ايه؟ انت جاي امتى؟ لسه مش محدد. طيب يا صاحبي، انا عايز اقول لك يعني لو زعلان مني ما تزعلش، انا اسف. ازعل منك ليه يا ابني؟ انت اخويا. ماشي يا هندسه، انا هاجي لك بكره على الظهر كده، بس مش هكون لوحدي، في ضيفه جايه معايا. ضيفه؟ مين الضيفه دي؟ ماشي استناك. معلش انا اسف. اسف ايه؟ انا جرمين. جرمين؟ يخرب بيتك، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ كلمتني ليه؟ عاوز حاجه؟ كان نروح اي حته نقعد نتكلم. مش هروح اي حته. عاوز تتكلم تعالى اتكلم في العربيه. حاسس ان انا عايش في سيرك. لو مش اي سيرك الحقيقه، يعني سيرك بتاع شويه ناس منحوسين، يعني اللي بيمشي على الحبل بيقع، والاسد بياكل المدرب بتاعه، والراجل بقى اللي بيرمي الخنجر بيرشق في الوليه بتقع ميتها. وانا دول ايه بقى في السيرك ده؟ بلياتشو؟ اه بلياتشو خلع راسه. المهم، انت ليه قلتي لي ان صابر هو اللي خفى الهام؟ هو اللي قال لي. قال لك ان هو اللي خفاه؟ قال لي انه هيخفيني انا، ولما سالته على الهام مشي وسابني، ما رضيش يرد عليا. وليه لا فعلا؟ مش فاهمه يعني ايه ليه لا. اما اروح بكره الشيخ عباده اعرف ايه اللي ليه وايه اللي لا. انا نفسي اقلع النقاب ده. مش فاهم انت لبستيه ليه اصلا. في اللحظه اللي انت طلبت مني ان انا اجي واشوفك، انا مش قادره اوريك وشي. معتذرة، نفسي قوي نرجع زي زمان، بجد نفسي. بس خلاص جرمين ما بقتش جرمين، أنا بقيت واحدة تانية بجد. انزل انزل وسيبني، انزل يلا.
بنتي مفيش داعي لنومة الأرض دي، خدي بنتك وروحي أوضتكوا يا بنتي. يلا أنا بقيت كويس. لا يابا أنا هنام هنا تحت رجليك عشان لو عوزت حاجة وعشان مواعيد الدواء ولو عوزت تخش الحمام كمان. هتوديني الحمام كمان؟ أيوة وديك الحمام كمان. وفيها إيه يعني؟ مش أنا بنتك وابنك زي ما أنت أبويا وأمي؟ لا يسترك يا بنتي دنيا وآخرة. يا بركة النبي العربي الهادي، يا بركة عبد الله وعبد الهادي. الحمى راحت أهي، راحت وغارت كمان. يا بنت الكلام اللي بتبصيه ده، هو أنت كنت يتزار ولا؟ من قعدتي مع قبلتي حسنات يابا. طب انا نفسي انت ترضى بس كده واجيبها لك تبخرك بالبان دكر وجاوي. لا 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 بلاش، احسن صدري يتعب تاني. ما تخافش على صدرك، قول انت اه بس وانا هخليها تحرقه. الشافي هو الله يا بنتي، الشافي هو الله. احرم لك عروسه؟ لا ايه يحسدوني على ايه يا بنت؟ على ايه يحسدوني؟ على وقفتك في الفرن اداره وقدر. هو انت شويه يابا. خلاص بقى يا بنتي روحي نامي. السخونية راحت الحمد لله الحمد لله. العفا العفا يا سيدي المصطفى. الشفا الشفا يا رحماني شديد البرهون. حبس حيابس من حجر يابس وشاب يابس. العفا العفا يا حبيبي المصطفى. رد العين عليه وأقرب الناس ليه. ما قلت ليش هو ده اللي انت كنت عاوزه؟ مش قلت لي البس لبس جديد يليق بمقام حضرتك عشان احنا ماشيين طريق سفر؟ طب على فكره اول ما رديتني بالفلوس اللي انت اديتها لي جريت على طول جبت لبس يليق بمقام حضرتك. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقنا في المشوار اللي احنا رايحينه ويطلع الجدع اللي احنا قاصدينه هو صابر بذات نفسه اللي جالي. بس بقول لك ايه، انت وعدتني مفيش بيات. الله، وانت ما بتردش ليه؟ ايه يما انا عايزه استاذ صابر. استاذ صابر انت مين؟ الهام. مش ده صابر اللي قابلني واداني رقمه؟ بتبص لها تاني ليه؟
مش قالت لك ما اعرفوش؟ ولا لازم انا ابقى صابر اللي اداها رقم تليفونك؟ انا اسف. اي خدمه مني انا تاني بقى يا استاذ معتز؟ لا لا انت امشي، هتروحي لوحدك انت. اروح لوحدي فين؟ انا ما اعرفش اروح لوحدي. وانت هتوهي في ايه؟ بعد اذنك يا صابر شوف لنا عربيه تنزلها مصر. ام راضي، ام راضي. ايوه يا باشمهندس. ايوه يا باشمهندس نعمان. خديها البيت ابو صلاح وخليه يوصلها مصر وانا حاسبه. اوامرك يا باشمهندس. اتفضلي. فتك بعافيه يا استاذ. يلا. انت بتشك فيها؟ وبطريقة الحرامية دي كمان؟ جاي للبيت وعاملهولي اسم بوليس، وجايب واحدة معاك تشهد عليا فيه؟ ما اعتذرت لك. وأنا مش قابل اعتذارك. أنا لسه ما خلصتش كلامي. كان ممكن على فكرة توريها صورتي على موبايلك أو على الإنترنت، بس إزاي؟ لازم تشوفني مكسور ومذلول قدامك، مش كده؟ ويمكن ساعتها كمان كنت تبلغ عني وترجع أنت الباشا في الداخلية تاني وتحبس أنا بتهمة الخيانة. وانت عايزني اعمل لك ايه عشان تسامحني؟ انت ازاي تشك فيا اصلا؟ والله اللي انا فيه ده يخليني اشك في اي حد، حتى في نفسي. ما انت لازم فعلا تشك في نفسك وفي الاوهام المسيطره على دماغك. بس بدل ما تواجه نفسك شكيت في اول حد يتشك فيه، ابن بوابة الفيلا بتاعت الباشا ابوك. البوابة اللي أول حاجة ما تنقص من بيت الجار هو وأهله على الاسم ويتلطشوا. أنت إزاي حسبتها كده؟ لأنها ما تتحسبش إلا كده. ما تحط نفسك مكاني يا أخي. حط نفسك مكاني. أنت كنت هتفكر إزاي؟ والبنت قاعدة وبتوصفك أنت يا صبري. بتوصفك أنت. بالاسم والشكل والسن. القط اللي انت جبته لي هديه في عيد جوازي لقيته عند صاحبتها، اخوه بس خشب. البنت اللي جت هنا نفسها اسمها الهام. انت كنت هتعمل ايه لو كنت مكاني؟ انا عمري ما هبقى مكانك على فكره. حتى لو البنت جت قالت لك ان هو، كان لازم تقول لها لا مش هو. انا صابر يا معتز، صابر صاحبك واخوك اللي وقف جنبك وفي ظهرك طول عمره. عمري ما اتعاملت معاك ان انا ابن البواب اللي بياكل عندكم عيش. كنت دايما بعاملك ان اخويا الصغير اللي بحبه وبشوفه بيكبر قدامي لغايه ما بقى باشا قد الدنيا. كفايه كفايه يا صابر لو سمحت. انت عارف كويس قوي انت ايه بالنسبه لي. انت طول عمرك طول عمرك صاحبي واخويا الكبير. وانا عمري ما حسيت ان انت ما تكملش. حاول بس تساعد نفسك وتساعدني ان انا انسى الموقف ده. يعني انا هحاول اعتبره ما حصلش، كان وهم، يوم من الايام السوداء اللي في حياتي اللي لازم انساه. ده اللي اعرف اعمله، او يعني هحاول اعمله. عرفت انك هنا يا استاذ معتز، جيت اسلم عليك. ازيك يا دكتور؟ ايه مالكم؟ مفيش حاجه. لا في، باين عليكم. حد يزعل ضيفه يا صابر؟ انت نسيت انك صعيدي ولا ايه؟
ضيفك لما يجي لك لحد دارك يركبك العيبه. سمعت يا باشمهندس؟ حقك عليا انا يا استاذ معتز. لا يا دكتوره، انا اللي بعتذر لصابر تاني قدامك، انا اسف. ما كان له لزوم التعب ده يا حاج نوح. ما يجيش من بعد خيرك يا زكريا. على فكره يا دكتور يوسف، انا وزكريا اكتر من الاخوات من ايام ما كنا في خلوصي، بس هو اللي عجز قبلي. ربنا يديك الصحه والعمر يا حاج نوح. شبرا دي زمان كانت غيطان، وما كانش يسكنها غير الافنديه والعائلات الكبيرة، واحنا بقى كنا عيال، وكانوا أهالينا يجمعونا ويحكوا لنا عن البهوات والبشوات. شوف بقينا ايه دلوقتي. بقيتوا ايه يا عم نوح؟ بقيتوا زي الفل طبعا، وعم زكريا هيشد حيله وهينزل الفرن بتاعه. أنا اللي تعب صدري نار الفرن مش السجاير. لا هي السجاير عم زكريا، لكن ان شاء الله هتخف وهتبقى زي الفل. وفي حاجه بقى عايز اكلمك فيها وخليك معايا يا عم نوح. انا عرفت من سندس ان عم زكريا مش عايز يروح المستشفى يعمل اشعه على صدره. كلام ايه ده يا زكريا؟ تجرى لمخك حاجه؟ ربنا خلق الداء والدواء، يبقى عشان تتعالج صح لازم تعمل كشف الاشعه. اللي يريده ربنا هو اللي هيكون، اللي يريده ربنا لازم يكون. ريح ابوكي وما تعندهوش يا سندس، اكليه وشربيه، اعملي له كل اللي نفسه فيه. هو كده خلاص يا عم نوح؟ ابوي هيموت؟ الحاج ما قالش كده يا سندس. الحمد لله عم زكريا بخير. هو الحاج يقصد يعني ان عم زكريا ياخد علاجه هنا في البيت، وان شاء الله يخف ويبقى زي الفل. ما تقلقيش. يلا يا حاج. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام يا ألف لا بأس على عم زكريا سندس. تسلم يا مغرب. أنا كنت فاكركم قاعدين عم نوح، بس أنا استنوني هنزل معاكم. خد يا سندس، ألف سلامة على الحاج. ما كانش له لازمة التعب يا مغرب. اللي أنت بتقوليه ده؟ أبونا كلنا. يلا يا مغربي. يلا يا دكتور. يلا يا حاج. السلام عليكم. وعليكم السلام. خد جدتي. لا يا حبيبتي،
روح العبي بيها. البنت عمرها ما ادت العروسه لحد. تديها لي ليه؟ يريد ربنا هو اللي حيكون. جدي مش تموت انت، مش تموت جدي، مش تموت جدي، مش تموت. كلمي يا قمر، بتقولي ايه؟ جدي مش يموت. بعد الشر، بعد الشر اللي عليه. لا يا قمر ما تقوليش كده، انت ما بتنطقيش غير في المصايب. لا يا حبيبتي، ان شاء الله جده هيعيش معنا العمر كله وربنا يديله طولة العمر. ما تقوليش كده تاني يا قمر. انت بتقولي كده ليه؟ هو حضرتك ورثت علم البيوجيومتري اللي هو يعني علم الطاقة الحيوية وعلم الديمونولوجي؟ يا بنتي أنا معرفش الكلام ده، كلميني عربي. الديمونولوجي اللي هو علم الأشباح. الأشباح؟ شوف يا بنتي، أنا واخدها كابر عن كابر، عهد عن عهد عن عهد، عن الجدود وعن جدود الجدود لحد سليمان عليه السلام. طب هو لما حد بيقول عليك دجال بيكون شعورك ايه؟ بقول له انا لا ألزمك بما اعلم وانت لا تلزمني بما لا تعلم. هو الحديث ده هيطلع في التلفزيون ولا في النت؟ لا خالص، هو ده بس بحث ليه علاقة بالجامعة الأمريكية يا شيخ. لكن جانا ما قالتليش كده. أنا قلت لحضرتك إن صاحبتي مهتمة بيك قوي يا شيخ شمس. أيوة بس أنا كنت متخيل إن عندها شكوى ولا طلب ولا حاجة، مش جاية تذاكر عليا. لا بس أنا استأذنت حضرتك يا شيخ شمس قبل ما أصور. وأنا لسه موافق يا بنتي، لكن ما قلتليش أنت اسمك جمانة إيه؟ جمانة سليمان عدوية. يا أهلا وسهلا، يا أهلا ببنتي الباشا سليمان بيه. ايه ده؟ هو حضرتك تعرف جمانة يا شيخ شمس؟ عز المعرفة. اعرف الباشا سليمان والبيه معتز، اعرفهم عز المعرفة. بص انا عارفة المشكلة اللي بينك وبين معتز، بس انا والله حاولت اقنعه كتير جدا ان حضرتك مش دجال. قلت له ان انت مثلا ممكن تكون باراسايكولوجيست. ايه الكلام الكبير ده؟ دول اللي هم اصحاب القدرات الخاصة موجودين في العالم كله، في منهم في تايلاند وفي الفار ايست وفي كمان في المغرب. هنعمل ايه بقى يا جمانة؟ ما هو احنا كده، زامر الحي لا يطرد ولا كرامة لنبي في بني وطني. اهو احنا دايما نمدد بره زي القرع، فيه اللي بيروح السودان وفيه اللي بيروح المغرب. هنعمل ايه؟ نصيبنا. لكن ما قلتليش سليمان باشا ازايه؟ لا بابي مشغول قوي الفترة دي في الانتخابات. هو كمان داخل الانتخابات؟ اه بس انا معتز خايفين على صحته قوي. لا ما تخافوش، الباشا سليمان صحته زي الحديد، ولما ينجح ويدخل البرلمان صحته هتيجي على هوا المجلس. هي الهام فين يا شيخ شمس؟ معرفش. لا هو انا مش بسأل حضرتك عشان اتهمك خالص، انا بس بسأل حضرتك كعالم غيبيات عشان دي حاجة هتكون مهمة جدا في البحث بتاعي. هو حضرتك لما تتخرجي يعني هتشتغلي معانا؟ يا ريت، بس ده محتاج ناس عندها استعداد وقدرات خاصه، عندهم موهبه يعني. ما قلتليش يا جانا، عملت زي ما قلتلك؟ زي ما قلتلي بالظبط يا شيخ شمس. والنتيجه؟ لسه. بكره هيحصل المراد. يا رب. الجن يا بنتي ملكوت، اجناس زي بني البشر بالظبط. فيهم الهندي والسوداني وفيهم المغربي، فيهم الأفريقي والأمريكي،
فيهم الغواص في المية والطيار في الهواء، فيهم اللي بيعيش في الشقوق والتراب والجحور، فيهم اللي معمول من نار، فيهم المؤمن وفيهم الكافر. لكن كل ده مش مهم، المهم هم الرؤساء الكبارات، ودول الواحد منهم وراه رهط بالآلاف والملايين. دول لهم قدرات، يعني مثلا إلهام مرات أخوكي تبقى عايشة معاكم وبينكم وما تشوفوهاش ولا تسمعوها. الكبارات دول هم اللي غلط فيهم معتز بيه أخوكي.